الباك اليمين الاحمر جناح يمين تمرير في الخط الخلفي يروح كصانع العاب تقاطع في الخط الخلفي يعدي الاحمر لكن فاول مهاجم يحسبه على الاحمر الادريسي عايز يعمل نقص عددي مفيش حارس في المرمى دلوقتي هيطلع على طول بكار اهو يبقى يدي ينزل عليه ودي حلوه لكن ياخد رميه حره رائعه حقيقي في شوطها الاول تقاطع الاحمر والتصفي حاول فيها سنه لكن صدها كويس قوي رجع تاني ياسين الادريسي يغير اتجاهه ويدخل ويحرز الهدف نزل وسام في الجناح الشمال يحاول يعدي ياخد رميه المره الثانيه يلعب الكرة كويس قوي تروح في الجناح خارج الملعب عايز يعدي عايز يشوط يلعب الكرة كويس قوي لحرشاوي ياخد امين حرشاوي لاعب رجاء اكاديم دافع محمد ابراهيم في الزاويه ضيقه قوي زاويه ضيقه قوي صدها ياسين ادريسي وجوم خاطف لاسود الاطلسي يدخل بقوه وايوس من سيكون رجل المباراه يحاول يعدي يلعب الكرة حلوه على الدايره لعب الكرة كده بهدوء جدا فوق فلفل حكيم زاوية قدام هشام كان عايز يعمل هجوم خاطف ترجع لكن نقل الكرة وهو وفلفل على الدايرة لسند للوكا يرجع احمد الاحمر يلعب تمرير في الخط الخلفي علاء يلعب الكرة لمودي اللي يلعب الكرة حلوة قوي لهاشم لكن فاول مهاجم على هاشم لاعب نادي الزمالك يلعب مرة تانية الأحمر عدى كويس لكن في 27 يعني 27 دقيقة تقريبا نلعب في بداية الدقيقة 28 الأحمر عايز يلعب الكرة لهاشم لكن وبالتالي كان في ريادة للمنتخب المصري على حساب الأطلسي 19-7 هو نتيجة اللقاء إلى الآن إسلام حسن اللي بدأ أول الشوط الثاني حقق صد كويس قوي من مجمع الصلاة بمدينة نصر بصلة رقم واحد أحمد الأحمر يلعب الكرة ياخد فاول مهاجم ياسين الإدريسي بدأ يلعب تاني الشوط الثاني تتلعب الكرة وتصويبها بقوة محمد عبد الرحمن بيلعب كمدافع في مركز اثنين الاحمر بيلعب كمدافع في مركز واحد لو في هجوم خاطف كل واحد بيجري في نفس خط الطولي بتاعه يعني احمد الاحمر بيروح في يوصل للاحسن يعدي في الجناح وسام عدى كويس قوي الاحمر منتخب مصر تقاطع في الخط الخلفي بودي توقع الكره تروح له مره ثانيه مره ثانيه لمحمد ابراهيم وسام عايز يلعبها له لكن محمد عبد الرحمن هو وسند يسيب مره ثانيه لاسلام اداؤه اللي هيعمله عايز يعدي يرجع ثاني ياخد رميه حره مباراه كويسه قوي من حراس منتخب مصر الشوط الاول كان فلفل الشوط الثاني كان يمنع الهدف رامي تمتع
عرشاوي يحرز الى في التعلم والتقنيه استاذ الاتحاد في 1957 ودي كره حلوه قوي عملها كويس قوي بقول لحضرتك هو افضل لاعبين روحها كده وعدى كويس قوي وبتقنيه عاليه وبتصويب